قال الناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري إن قواتهم سيطرت على منطقتي رأس لانوف والسدرة صباح الخميس، وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي إن قواتهم تطارد قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة ابراهيم جدران باتجاه المناطق الغربية، مشيرا إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد لدى قوات الأخير على حد قوله، وكان مجرم الحرب خليفة حفتر قد أعلن فجر الخميس إطلاق عملية لاستعادة منطقة الهلال النفطي. أكد الناطق باسم حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى مفتاح المغربي استعادة السيطرة على منطقتي رأس لانوف والسدرة وذلك بعد سيطرة ميليشيات الكرامة على منطقتين صباح الخميس وأكد المغربي في تصريح للتناصح أن ميليشيات الكرامة تقدمت بالفعل إلى منطقتي رأس لانوف والسدرة من عدة محاور للسيطرة على الموالي ما أدى إلى انسحاب قوات حرس المنشآت انسحابا تكتيكيا ومن ثم أعادت السيطرة عليها من جديد وأشار الناطق باسم حرس المنشآت إلى سقوط ستة قتلى وتسعة جرحى بينهم قائد ميداني من ميليشيات الكرامة أثناء الاشتباكات. <applause> تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي نشب في الخزان رقم ستة التابع لشركة الهروج في الهلال النفطي. شؤون النفط والغاز وعبر صفحته بالفيسبوك أعلن عن إخماد الحريق الذي نشب جراء القصف العشوائي الذي شنته ميليشيات الكرامة في العملية التي اطلق عليها ما سمي بالزحف المقدس صباح الخميس. هذا واعلن الناطق باسم ميليشيا الكرامة احمد المسماري سيطرتهم على المواني النفطية عقب اشتباكات دارت رحاها مع عناصر حرس المنشآت التابعين لابراهيم الجذران. ادنت الخارجية الامريكية الهجمات الاخيرة التي شنها مسلحون موالون لابراهيم الجذران على منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا داعية كل الاطراف المسلحة للانسحاب فورا من المنشات النفطيه هناك وقالت الخارجيه الامريكيه في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي الاربعاء ان الاشتباكات المسلحه المستمره بالهلال النفطي عطلت صادرات النفط مؤكده ان المنشات النفطيه والعائدات تخص الشعب الليبي وشددت وزاره الخارجيه على ضروره ابقاء المنشات النفطيه تحت السيطره الحصريه للمؤسسه الوطنيه للنفط ورقابة الحكومة المقترحة تبعاً لقرارات مجلس الأمن الدولي حسب البيان أعلن الهلال الأحمر جدابيا الثلاثاء انتشالهم جثتين لمدنيين من منطقة رأس لنوف لاقوا حتفهم بسبب الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي وأضاف الهلال الأحمر أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاثين جثة منذ بداية الصراع في الهلال النفطي منهم ثمان وعشرين عسكرياً مشيرا الى ان عددا من السكان في منطقه راس لنوف يحاولون الخروج من منازلهم خوفا من الوضع الامني في المدينه لافتا الى ان هناك نقصا في الادويه بمستشفيات المدينه تتواصل الاشتباكات المسلحه في احياء وسط مدينه درنه بين افراد قوه حمايه درنه وميليشيات الكرامه وافاد مصدر من قوه حمايه درنه للتناصح بتدمير سياره مسلحه تابعه لميليشيات الكرامه ومقتل من فيها في محور الشيحة الشرقي وأشار المصدر إلى تدمير سيارة عسكرية على متنها أربعة أفراد في عملية نوعية بمحور الظهر الحمر جنوبي المدينة التقى وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور الأربعاء بسفير المملكة المتحدة المعتمد لدى ليبيا السيد فرانك بيكر وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم وتدريب منتسبي وزارة الداخلية وتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة أكد مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية الكندية توروي لولا شينك أن بلاده تدعم مخرجات اجتماع باريس الذي جمع عدد من الأطراف الليبية لولا شينك خلال لقائه بوزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة الثلاثاء أبدى استعداد كندا لتقديم برامج تدريبية في مجال بناء القدرات لمؤسسات الدولة الليبية في المجالات الأمنية والخدمية. وأضاف لولا شينيك أن السلطات الكندية تتطلع إلى العمل مع نظرائها الليبيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي بدوره سينعكس إيجابًا على منطقة شمال أفريقيا وفق قوله. أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تورغا ومصراتا عبد النبي أبو عرابة الأربعاء عبر صفحة المجلس المحلي تاورغا أن الشركة العامة للكهرباء باشرت أعمالها داخل مدينة تاورغا وذلك لتوصيل التيار الكهربائي للمدينة المجلس المحلي تاورغا أضاف عبر صفحته الرسمية بدء قيام المجلس لمهامه من داخل المدينة وذلك لتقديم الخدمات للأهالي العائدين إلى أراضيهم نقل مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب جراندي الأربعاء إلى النيجر 120 لاجيا. أغلبهم نساء وأطفال وقد تم إجلاؤهم من مركز إيواء طريق السكة بطرابلس الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة الخميس أضافت أن جراندي التقى مع 370 عائلة ليبية نازحة من أهالي مدينة تورغا قاطنين بتجمع طريق المطار في ضواحي مدينة طرابلس منذ سبع سنين وأشار جراندي إلى أهمية مساندة النازحين داخلياً وتسليط الضوء على وضعهم أمام المجتمع الدولي تمكنت دورية تابعة للبحرية الليبية من انقاذ نحو 300 مهاجر غير شرعي، بينهم 46 طفلاً وثلاث نساء، كانوا على متن قاربين مطاطيين. وقال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم للتناصح: إن المهاجرين الذين تم انقاذهم شمال منطقة الجرابولي ينتمون إلى اثنتي عشرة جنسية أفريقية مختلفة، مؤكداً نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية في الثامنة صباحاً. وأشار إلى أن عملية الإنقاذ كانت مرهقة جدا لطاقم الزورق لقلة الإمكانيات والعدد الكبير للمهاجرين غير الشرعيين التي بدأت من الثانية فجرا ولعدة ساعات. قالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي إن فريق إدارة وانتشال الجثث التابع للهلال الأحمر انتشل خمس جثث من رصيف القاعدة البحرية طرابلس تعود لمهاجرين غير قانونيين وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. كما أعلن الهلال الأحمر الليبي في وقت سابق الخميس انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة المايا غرب العاصمة طرابلس. انتشل فريق الهلال الأحمر فرع الزاوية الخميس أربع جثث لمهاجرين غير شرعيين من على شواطئ مدينة الزاوية. وقال الهلال الاحمر الليبي فرع الزاويه عبر صفحته الرسميه بموقع فيسبوك ان الجثث الاربع كانت لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقيه جرى العثور عليها بميناء مرسى الديله في مدينه الزاويه هذا ونشر الهلال الاحمر صورا توضح انتشال الجثث وطريقه تعامل عناصره معها قبل تحويلها الى الجهات المختصه. طالب المتحدث باسم رئاسه اركان القوات البحريه الليبيه ايوب قاسم الاربعاء بتقديم ادله ووثائق تدين المنتسبه لقوات حرس السواحل الليبي عبد الرحمن ميلاد المتهم في قرار مجلس الامن بتهريب المهجرين وتعذيبهم واوضح قاسم في تصريح له ان ميلاد انقذ عشرات الالاف من المهاجرين منذ انتسابه للقوات البحريه عام 2014 وشارك في ضبط ثمان ناقلات تهرب الوقود الليبي. إضافة إلى عشرات القوارب التي تمارس الصيد غير القانوني في المياه الليبية أعرب مجلس حكماء ليبيا عن فزعه إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مدينة درنة المجلس في بيان له الثلاثاء تحصلت التناصح على نسخة منه أشار إلى انزعاجه مما وصفه بالتصعيد العسكري في منطقة الهلال النفطي وقصف الخزانات النفطية ودعا المجلس في بيانه كل الاطراف الى ضبط النفس والحرص على سلامه المواطنين وارساء الامن والسلام في العاصمه طرابلس اقامت رابطه مهاجري بنغازي الثلاثاء حفل معايده بمنتزه ابي سته بطرابلس وذلك بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك وشهدت المعايده حضورا مميزا وتنظيم العاب ترفيهيه للاطفال الذين رفعوا لافتات تتضامن مع مدينه درنه تدعو إلى فك الحصار عن المدينة وإيقاف الحرب كشفت دراسة إيطالية عن انخفاض تدفق الهجرة بنسبة 77% نحو إيطاليا منذ بداية العام الجاري وأظهرت المعطيات التي جمعتها مؤسسة ASMU للبحوث أنه حتى منتصف شهر مايو من هذا العام وصل إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص أكثر من 39 ألف مهاجر وأن تدفقات الهجرة في المتوسط وإيطاليا قد انخفضت بنسبة 77% وذكرت الدراسة أن عدد الوافدين إلى السواحل الإيطالية منذ الأول من يناير حتى الثامن عشر من يونيو 2018 كان قرابة 16 ألف مقارنة بأكثر من 60 ألف في الفترة نفسها من عام 2017 قال عضو مجلس النواب المنحل عبد السلام نصيه إن مجلسه لم يعقد أي جلسة رسمية منذ اجتماع باريس أواخر مايو الماضي لمناقشة مخرجاته ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها مشيرا إلى أنه قد قدم بمبادرة بتاريخ 6 يونيو إلى رئيس المجلس وأضاف نصية في تصريح لوكالة سبوتينغ أن المبادرة التي قدمها تحتوي على التواريخ محددة وآليات واضحة يشترك بها الجميع وان اهم البنود ستكون مناقشه اتفاق باريس والعمل على ايجاد القاعده الدستوريه ودعا نصيه مجلسه الى وضع اليات مناسبه لتحقيق ذلك مشيرا الى ان الامر يحتاج الى اجراءات تشريعيه وخطوات تنفيذيه يتم من خلالها تهيئه البلاد للانتخابات وعلى راس ذلك توحيد المؤسسات وتامين الانتخابات تتواصل سير الامتحانات لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي بالعاصمه طرابلس ومختلف المدن الليبيه الغربيه والجنوبيه. كاميرا التناصح زارت احدى المدارس في بلديه تاجراء نتابع. باجتهاد ومثابره واصرار على النجاح هكذا هم ابناؤنا اجيال المستقبل بهم تبنى الدول وبالعلم والتعليم يبنى الانسان. أبناؤنا أقبلوا في يومهم الثاني بكل عزيمة واستقبلوا أوراق امتحاناتهم بكل تفاؤل العشرون من يونيو كان موعدا لانطلاق امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالمؤسسات التعليمية بالمنطقتين الغربية والجنوبية تحت إشراف وزارة التعليم بالحكومة المقترحة وتستمر الامتحانات حتى اليوم الثامن والعشرين من يونيو الجاري من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وبحسب اللجان المشرفة على الامتحانات لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية أو مخالفات من غش أو غيرها داخل لجان الامتحانات وأن الأجواء عادية فيما اشتكت المعلمة نورية النايلي من مدرسة تاجور الشعبية للتعليم الأساسي من موعد انطلاق امتحانات النقل والتي أتت مباشرة بعد العيد وبعد إجازة طويلة طيلة شهر رمضان وعرجت النايلي على النقص في المقاعد الدراسية مما اضطر اللجان المشرفة لزيادة عدد الطلبة في كل لجنة في لجان ثانية عدد قليل شوية في لجان باعتبار من المراحل عدة مراحل يعني فبيضطروا يحطوا طالب بطالب بما أن المعدات قليلة جدا في المدرسة <applause> هي أهم حاجة أهم حاجة هذه أن يقول لك في الامتحان الصعوبات عائشة جلغم هي الأخرى معلمة أفنت عمرها لترى جيلا أنشأته طيلة مسيرتها التعليمية تتأسف اليوم على ما وصل إليه حال المعلم مطالبة وزير التعليم باتخاذ إجراءات لحماية المعلم وتلبية أبسط الحقوق التي تضمن له حياة كريمة لا لا المطالب والله قاعدة لكن المعلم هو في النهاية معناته كتلة مشاعر والمعلم يجي ومن عليه نفسه وعليه أسرته لكن ما فيش حتى حاجة معناتها لبت المعاش متاخر بتعرف في مساله السيوله في البلاد معناتها المعلم والله في بعض المعلمين راهو يضطروا الى دروس خصوصيه راهو يعطي دروس خصوصيه باش يحسن من مستوى مستوى صرت. معناتها احنا نبوا من وزير التعليم معناتها يشوف للمعلم ويشوف لي ظرفه البلاد كلها معناتها احنا هذا ما طلبنا المعلم يحسنونا مستوانا ويامنونا تامين صحي وحتى يحمي المدرس. المدرس والمدرسه راهو في خطر بالخاصة فترة امتحانات المدرس معناتها حتى يهددوا فيه إدارات المدارس والمراقبات التعليمية بالبلديات بذلت جهودا في التنظيم والتنسيق والإعداد الجيد لهذه الامتحانات الأمر الذي ساهم في توفير الظروف الملائمة لتأدية الامتحانات التلاميذ بدورهم علقوا على موعد انطلاق الامتحانات ورأوا بأنه لم يكن اختيارا صائبا بالاخص ماده العلوم جابونا يوم السبت يعني قبل يوم الجمعه في وقت بنقرئه قبل المعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا تحيه انها بها تلاميذ مدرسه تاجورا الشعبيه يومهم الثاني في الامتحانات النهائيه لهذه السنه متاملين النجاح والتوفيق نشكر جميع الابلات وخاصه ابله العربي ابله منى الغاوي يعني قدمتنا مجهود مجهود كبير نوصلها جميع الشكر يعني أنا حابة نشكرهم على جهدهم معنا تعبهم يدروا فيه أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن موعد انتخاب المجلس البلدي بني يوليد والمجلس البلدي درج رئيس اللجنة سالم بن تاهية في تصريح صحفي الخميس أوضح أنهم سيشرعون في عملية تسجيل الناخبين في الأول من يوليو المقبل من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني رقم المركز يتبعها فتح الباب لتسجيل المرشحين واستكمال العملية الانتخابية وتوقع ابن تاهية أن تجرى عملية الاقتراع في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل مشيرا إلى أن هناك ترتيبات لإجراء الانتخابات في عدد كبير من البلديات تنتظر التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية وتحديث البيانات عقدت الشركة العامة للكهرباء صباح الخميس اجتماعا موسعا بمدينة الخمس وذلك لمناقشة وتقصي الحريق الذي وقع بالوحدة الثانية بمشروع الخمس الاستعجالي بتاريخ الثالث عشر من يونيو 2018 وأضاف المدير التنفيذي المكلف غيث علي أنه قد تم وضع خطط محكمة لتفادي حدوث ذلك مستقبلا مشيرا إلى ضرورة الإسراع في الصيانة وذلك لرفع كفاءة الشبكة استعدادا لدخول فصل الصيف قال عميد مجلس غات البلدي جورماني صالح إن الغاز المنزلي لم يدخل المدينة منذ عام 2014 وأن الوقود لم يصل منذ سبعة أشهر جورماني صالح في تصريح صحفي الخميس أضاف أن أسعار الخضروات والمواد الغذائية تشهد ارتفاعًا مبالغًا فيه وتباع بثلاثة أضعاف سعرها، وأن المواطنين استعانوا بالحطب كبديل للغاز، لافتًا إلى أن المدينة استقبلت شاحنة وقود وحيدة أيام العيد، وأشار صالح إلى أن المستشفيات تعاني نقصًا في الكوادر الطبية كافة، مؤكدًا أن المواطنين يضطرون لبيع مقتنياتهم الشخصية والسفر مسافة 370 كيلو مترا ليصلوا إلى أقرب مستشفى في منطقة جرمة وذلك للكشف الطبي وفق قوله سلمت جمعية الهلال الأحمر الليبي بسرمان الخميس شحنة أدوية ومعدات طبية لمركز غسيل الكلى سرمان الجمعية عبر صفحتها الرسمية أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل العاملين بمركز الكلى لمشاركتهم في توفير الأدوية وأثنت على جهود صيدلية الهلال الأحمر والعاملين بها. هذا وتشهد المراكز الصحية في البلاد نقصاً في الأدوية والمعدات الطبية بين الفينة والأخرى، نتيجة ما تعانيه القطاعات جراء تعاقب الحكومات وفشل في إدارة تلك المؤسسات.